أصدقائي، رجعنا لكم تاني والجزء التاني واللي فيه مفاجآت. المفاجأة النهاردة قد إيه حلو إن أنت يبقى عندك موهبة ويبقى عندك أسرة بتخاف عليك بتنمي موهبتك. كل أب وأم له دور كبير جدا في اكتشاف المواهب، هو الأساس، هو البداية. لما يبقى الأب بيكتشف بنته أو الأم تكتشف بنتها وتراعيها وتتعب معاها علشان تبقى هي بكرة تحقق حلمها تقدر تبقى موجودة. النهاردة معانا أب حب في بنته صوتها الحلو، أب فنان قدر إنه يطلع من خلاله بنت عندها صوت حلو بينميها بيدربها بيحاول زي كل أب إنه يخليها أجمل عروسة في الدنيا، أجمل فنانة في الدنيا. هنشوف ونتعرف عليهم النهاردة ونشوف قصتهم. سجلوا معانا في الإذاعة وهيسجلوا معانا في البرنامج الجديد، وإن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل هيكون لها عمل كبير جدا مع نجوم، مع نجوم مصر. هنسمعها النهاردة ونحكم عليها. برحب بالعازف الموسيقي الفنان رمضان الأسمر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ونجمتنا الصغيرة العسل القمر الجميلة حناء الأسمر. أهلا. إزيك؟ الحمد لله. بصي بقى، عايزين نعلي صوتنا كده ونتكلم براحتنا. احنا سجلنا في الاذاعه قبل كده ما كنتيش كده، بس انت ايه الجمال ده؟ مين اللي اختار لك اللبس الحلو ده؟ ماما. ماما. تحبي ماما اكتر ولا بابا؟ ماما. كمان ماما. طب بابا اخبارك ايه؟ الحمد لله. اكتشاف المواهب او ان انت تلاقي ابنك او بنتك موهوب وترعاه، الموضوع من هنا بيبتدي سهل ولا صعب؟ لا، صعب جدا، لان المفروض ويجب على كل اب وكل ام يراقبهم أو يتابعهم الطفل لمدة يعني تركيز طول ال 24 ساعة. طيب، هل أنت اكتشفت إن هي موهوبة علشان أنت فنان، ولا أنت فعلا لقيت إنها تستحق إن أنت تساعدها وتدربها لأنك حسيت فيها حاجة فنية، يعني لمحت ده بسرعة؟ والله أنا كان عندي، لحد دلوقتي الآلات الموسيقية الخاصة بيا. حلو. في البيت، فكنت دايما اقعد مع نفسي، لان كنت تركت المجال ده فتره طويله جدا. طبعا. لظروف طبعا اللي في الساحه دلوقتي. فكنت دايما اغني والاقي هناء تبدا تغني معايا وتغني وبشده، يعني بس يا هناء عشان بسجل مثلا حاجه تقول لي لا يا بابا انا عايز اغني، وتشد المايك مني وبقوه وباصرار. فمره في الثانيه انا قلت لا، مش هينفع بقى كده، لازم ان انا اقف وقفه مع البنت واشوف هي اتجاهها ايه بالظبط او عايز ايه. طيب، احنا لازم برضو احنا نقف معاك ونسمعها. تمام، يلا جاهزه؟ تمام. سمعينا ايه بقى؟ مس رولاتي. يلا امسك المايك كده. بصي بقى، عايزين نسمع حاجه حلوه كده. اتفضل. انا شفتك في الحفله، كنت متالقه. كانت فين الحفله؟ كانت في برنامج في مهرجان صاحبة السعادة. تمام، مظبوط. ده كان فين؟ صناع السعادة. كان في ميت غمر. ميت غمر. وحضرتك كنت رئيس اللجنة. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وحضرتك كرمتني في اليوم ده كعزف موسيقي. ربنا يخليك، ده انت تستاهل كل خير. هناك. يلا يا هناك كأحسن مطربة. يلا. أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا، نحبها من روحنا ونفتدي من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا.
تعيش كراما تحت ظل العلم. تحيا لنا عزيزة في الأمم. عيش كراما تحت ظل العلم. تحيا لنا عزيزة في الأمم. أحبها لذلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل. أحبها لذلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل. نباتها ماء عينا مفضدة مذهبة. نباتها ماء عينا مفضدة مذهبة. ونيلها ما أبدى يختالها بين الربا. يختالها بين الربا. بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا. مثلي أنا نحبها من روحنا. ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا. من عمرنا وجهدنا. أغنية صعبة جدا. أغنية أم كلثوم. أم كلثوم. أم كلثوم. وإن أنت توصل أو تخش في المنطقة دي مخاطرة. مخاطرة فعلا. مخاطرة. مخاطرة. كويس. اللي فاهم عارف إنها مخاطرة. مخاطرة 100%. لأنك مش بتقول أغنية سهلة ومش بتلعب مع حد بسيط. بسيط كويس. مع الكبير بالأول. مع الكبير بالأول. اختيارك للحاجات اللي هي بتغنيها بيبقى بناء على ايه يعني انت؟ بناء على خامات صوتها مع امكانياتها. تمام. مع الصبر مع حبها للخامه نفسها والماده الموسيقيه والغنائيه وحبها للشيء قبل كل حاجه. تمام. هو ده الدافع الاساسي لاختيارنا لهناء الاغاني الصعبه دي. طب هناء انت في سنه كام؟ ثالثه. شاطره؟ شاطره؟ لا الحقيقة. والدتها ماسكها دايما بالقراءه والكتابه. يعني والدتها الله يبارك لها مدرسه في البيت. مدرسه يعني في البيت. ماما هي اللي بتذاكرك على طول. تضرب؟ لا تضربش. ده ماما حلمه جدا يعني. طيب نفسك تبقي ايه لما تكبري بقى؟ يعني زي مين كده؟ يعني مين من المطربات اللي انت عايزه تبقي زيهم؟ زي ام كلثوم. ورده. ورده كمان. ورده. طيب عبد الحليم كمان. ده انت داخله على الناس الكبيره قوي يعني. ونجاة وصباح. خلصنا على كلهم ماشي. طيب على هسأل بابا سؤال وحضر لنا هتغني ايه. جاهزه؟ جاهزه. اسال بابا ولا نغني؟ هنغني. هنغني. يلا هنغني ايه؟ كل حب وانت طيب. كل حب وانت طيب بتاعت مين؟ عايزه بريق بقى. ها بتاع صباح. صباح. يلا. الشهد المدوب يا راجل يا طيب. كنا نضحك 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 نسمع الدنيا بتضحك من بعيد. كنا نبكي 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 كان يلين الدمع من قلب الحديد. كنا نؤمر 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 يسبق الفجر الغروب بنهار جديد. لكن العازف الله يجازي صوب علي اللي احنا. لكن العازف الله يجازي صوب علي اللي احنا في. ده الحب لما بينجر جرحه يشيب. You're a
طيب. كنا نسهر نسهر نسهر، كان يفوت الليل صح المحرومين. كنا نشكي 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 توجع الشكوى قلوب المرتاحين. كنا نفرح 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 تبقى فرحة أي قلب يكون حزين. لكن العازل الله يجازي صوب علي اللي احنا، لكن العازل الله يجازي صوب علي اللي احنا في ده. الحب لما بينجر جرحه يشيب يا راجل يا طيب. طيب يا راجل يا طيب، يلا عمري معك كان أحلى من الشهد المدوب. يا راجل يا طيب. الله 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 الله، أنت حببتيني في الأغنية بجد. طيب عايزك بقى يعني لما أنت بتتدربي بياخد وقت من المذاكرة؟ الصراحة الصراحة اه. طيب بتقدري توفقي ما بين الاثنين؟ يعني بتعملي ده كويس وده كويس؟ ان شاء الله هتعملي اغنية ليكي بتاعتك؟ وانا عارف ان انت عاملة اغاني صح؟ اغاني خاصة بيها اه. عاملة اغاني خاصة بيكي تمام؟ انا سمعتها. 22 اغنية. 22 اغنية خاصة بيها، الحان وكلمات وتوزيع. انت عارف انا عامل كام اغنية؟ كام؟ 20 بس. سبقاني يعني. طيب نرجع تاني نقول، هل وجودك كعازف جنبيها وكفنان أثر إن هو سهل عليها المهمة؟ ده هو عامل أساسي في حياة هناء الموسيقية. على فكرة هناء بتعزف. تمام. هناء بتعزف أغاني كتير. بتعزف آلة إيه؟ أورج. الأورج. الأورج. تمام. لان الاورج طبعا طفله جميله كده، اصل الاورج ده هو يعتبر هو المايسترو في الالات، في الالات، لان هو بيشتغل كل حاجه في طبعًا. كل حاجه. فانا قلت ان هي او فضلت ان هي تعزف اورج افضل، خصوصا ان هي حباه، هي حابه الاورج وعايزه تعزف عليه من الصغر. تمام. فهي عندها اتنين اورج حطهم فوق بعض وتعزف عليهم المقطوع اللي انا عايزها، وممكن ما يكون صوتي يعني مستريح هي بتعزف وانا بغني. حلو. هي بتعزف وبتغني. حلو. حلو. فهو ده يعني دافع او حافز اساسي لهناء كاعدادها كفنانه مطربه وعازفه. انا عايز اقول ان كل الموهوبين اللي لما بيخشوا في المجال بقى او يدرسوا ويخشوا الجامعه او يخشوا المعاهد الموسيقيه بيبدا يخش في منطقه الاحتراف ويخش ويعزف. لازم حتى هو بيغني بيتعلم اله يعزفها. لانه فعلا اللي بيعزف وبيغني في نفس الوقت بيقدر يطوع صوته على على العزف اللي بيعمله، وودنه كمان بتبقى موسيقيه. بالظبط. فبيبقى حاسس بالنغمه وحاسس بصوته امتى ياخد قرار. بيكون بيعزف بيعزف وبيغني وبيغني في نفس الوقت. فاهم. وبعدين انا فضلت ان هناء تعزف بدري مبكرا على اساس ان هي لما تخش معهد الموسيقى ان شاء الله تكون هي مع الاستاذ سابقه بتساعده إن وهو بس مجرد ان يقول بس هي تنفذ على طول بدون مشقه. هناء لما تيجي نسجل معاكي في الاذاعه الجمعه الجايه، لا اللي بعدها، هتجيبي معاكي الاورج ولا هتيجي بس؟ لا هتجيبه معاه. تعزف لنا كمان يعني؟ هيبقى عندنا موهبتين عزف وغنى؟ عزف وغنى. طب يلا، ده احنا كده هنكسب مرتين يعني، مش هنكسب مره واحده، هنكسب في العزف ونكسب في الغنى. تمام. هنسمع بس الشرق بقى مش اوفرال ان شاء الله. شرق ان شاء الله. شرق. هنسمع ايه؟ ام البطل. ام البطل. طيب نشوف هنسمع ام البطل. بس عايزين بقى وانتي بتحكي. ام
حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل يا مصر ولد الحر اتربى وشبع من خيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بإيمان واسمك اتربى وشبع من خيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بإيمان واسمك شد الرحال شق الرمال هدى الجبال عدى المحال سرع العالم طرح الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل يا مصر ولد الحر العالم وصلت اخباره بشجاعته تحرير الارض اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه اتعلم وصلت اخباره بشجاعته تحرير الارض اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفت رجال كده اللي قال زرع العالم طرح الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب طبعاً أنا أم البطل يا مصر ولد الحر العالم وصلت أخباره بشجاعته تحرير الأرض اتلموا اخواته وأمامه من كل بلد عربي جنبه العالم وصلت أخباره بشجاعته تحرير الأرض اتلموا اخواته وأمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفت رجال صدق اللي قال زرع العالم طرح الامل وبقيت انا ام البطل ايه الجمال ده؟ يعني اقول طيب نرجع لان شايف ان انت مدربها على الاغاني القديمه على الاغاني اللي بتظهر امكانياتها ازاي بتقدر انها تنقل من منطقه لمنطقه انها امتى تاخد القرار انها امتى تعلى لما تنزل كل الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه
واحنا بنسمع اغنيه، لكن المتخصص واللي فاهم يفهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي قد ايه هي صعبه. مش بس سهله، انها بتقولها مع الموسيقى الموضوع مش سهل خالص، ما بتخرجش بره المسار الموسيقي. طبعا التون ده لا خروج عنه ابدا. اولا انا بحييك جدا جدا على اختيارك، حتى كمان احنا خدتنا لكذا مدرسه موسيقيه النهارده، خدتنا لكذا نوع من انواع الفنون. البنت الشقيه مع صباح، الطرب الاصيل مع ام كلثوم كويس، الشجن مع شريفة فاضل. طبعا شريفة فاضل في الاغنيه دي بالذات، كنا لسه بنتكلم في حلقه من الحلقات في حلقات اذاعيه، ان شريفة فاضل ليها تاريخ عظيم جدا فني جداً. والاغنيه دي عملت لها مكانه كبيره في وسط الفنانين طبعا. لما بتيجي تشوف اغنيه او تختار لها اغنيه في الفتره اللي جايه، هتتعامل على ايه؟ يعني دايما هتلعب على ايه معاها؟ هتتعامل على المقامات اللي احنا اتعلمنا عليها طبعا، وعلى الفن الجميل اللي احنا مفتقدينه دلوقتي طبعا. انا بحاول ان انا ما اخرجش على النطاق ده. اغاني اليومين دولت والاعتماد على الموسيقى والايقاعات العاليه الصاخبه طبعا، ده بره عننا خالص. انت معايا هوصل. هقول رساله للفنان الموجي الصغير، انا عارف ان انت بتتابع البرنامج كويس قوي، انت في حلقه من الحلقات هتبقى معانا. هناء، مني ليها كلمات اغنيه هديه، وانا عارف ان انت لما بتاخد الكلمات هتعمل لها لحن. هناء، عايزين نعمل لها حاجه كويسه لانها بجد موهبه تستحق. ايه رايك يا هناء؟ وانا هنسمع حاجه ثانيه. عايز الاول قبل الحاجه الثانيه الاستاذ الموجي طبعا. الاستاذ موجي طبعا اكيد احنا بنحبه حقيقي، لحبنا لفن والده والمنظومة الفنية طبعا. انا بقول ان الزمن ده عمره ما هيجي ابدا، مش ممكن هيجي، لان كان الاستاذ الموجي في قراءة الفنجان وفي اغاني كتيرة كانوا هما الاثنين يعتبر. الموجي كمان اهو في الحفلة معانا، الصورة ورانا اهي صورة الموجي. قد ايه راجل شيك وراجل رائع وراجل شيك وعظيم. انا نفسي والله اقابله حقيقي ان شاء الله. لان انا عايز اقابل حد من ريحه الموجي الكبير. ويحيى كمان موزع عبقري، عارف، متابع اعماله كلها الحقيقه، راجل عبقري. هو في عيله فنيه، عبد الحليم كله. عبد الحليم كان دايما صداقه بينه وبين ده متربي هناك طبعا. ده لما يجي الموجي ان شاء الله. اصدقائي، انا اوعدكم ان احنا هنعرف اسرار كتير في حلقه من الحلقات ان شاء الله في اول السنه. الموجي هيبقى معانا وهيحكي لكم قصص لعبد الحليم حافظ، قصص ما اتقالتش قبل كده. حياه عبد الحليم حافظ وازاي كان متبني الموجي. وهقول سر من الاسرار، كان في لحن من الحان الموجي كان عبد الحليم هيغنيه وهو هيقوله في الحلقه اللي معانا ان شاء الله في اول حلقه في السنه الجديده. هيكون معانا الموجي وهيتكلم عن اسرار كتير جدا. كل محبي عبد الحليم وكل عشاق الطرب القديم ده امنياتنا والله. هناء، بصي، عندنا اسئله وعندنا اجابات، عايزين نسحب شويه اسماء وبعدين نرجع تاني نسمعك بسرعه. الاول اختاري لنا بسرعه. قولي لنا الاسم مين انت اختاري. عندنا اربع اسماء النهارده. مين صعب الاسم؟ ادي شكله صعب. يعني هو صعب فعلا. مطرح خلف عبد الكريم، معلش السؤال ده، اسم ده صعب. شوفي اسم تاني. ده الف مبروك. الاسم التاني يا رب يكون سهل بقى. ها، رجب محمود. رجب محمود محمود، ده سهل. كمان اسم كمان. طيب كمان اسم. اسم كمان بسرعه. يلا يا اسمر، خلي رجب احمد عبد الرحمن. اتنين رجب، ماشي. رجب احمد عبد الرحمن. اخر واحد بقى يبقى رمضان. اخر واحد ولا شعبان؟ هيبقى رمضان اكيد. ها، أميرة. أيوة، عماد حسين. أميرة عماد حسين. ألف مبروك للأربعة اللي فازوا معانا النهاردة. هنقول الأسئلة بسرعة. عندنا أول سؤال لشركة الحاسيب. شركة الحاسيب للسياحة بتقدم لنا 500 جنيه في كل حلقة.
عنوان شركة الحسيب. شركة الحسيب دايما الإعلان بتاعها بيجي ورانا وبنعرض إعلانها. عنوان شركة الحسيب ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر. شركة فرعنا الاستيراد والتصدير بتقدم لنا المهندس سعيد العدس 250 جنيه في كل حلقة. ما هي أنواع القراميد اللي موجودة في شركة الفرعنا للاستيراد والتصدير والمقاولات؟ السؤال الثاني، دكتورة داليا أبو المجد كانت موجودة معانا في الحلقة اللي فاتت. دكتورة داليا أبو المجد موقع اي جي بوكينج دوت كوم وموقع ان مصر دوت كوم اتكلمت على موقع اي جي بوكينج دوت كوم ان في عروض كتير جدا بتقدمها في اعياد الكريسماس ومع بدايه السنه. قول لنا عرض من العروض اللي اتكلمنا عنها من الست عروض اللي اتكلمنا عنها. نرجع تاني لهناء. هناء بقى هتسمعينا ايه؟ ودارة الايام. بس على فكره هناء لو انا صوتي رايح لو قدرت اكمل معاكي هيبقى دويتو مع بعض. لو ما قدرش احنا عايزينك انت بقى هجرب صوتي معاكي. يلا ونشوف. نشوف دارة الايام برضو ابتسامة حلوة كده. صبر عايز
صابر لوحده وما قدرتش اصبر يوم على بعده. ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده، ما اقدرش على بعد حبيبي، ما اقدرش على بعد حبيبي. بيه انا ليا مين، انا ليا مين 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 الا حبيبي. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ صوتي تعبان جدا، إيه مش قادر. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شكرا. انا نسيت اشكر الفنان محمود عامر، كان المفروض ان هو كان يحضر معانا الحفله واعتذر على اخر لحظه. عايز اوعدكم ان شاء الله في 2021 في حلقات قويه جدا، هيبقى في حوار قوي جدا وصريح جدا مع الفنانه غاده ابراهيم وضرب نار. الله. هيبقى حلقه فيها اسرار وخبايا و موضوع كبير جدا هننتظره مع الفنانه غاده ابراهيم، وان شاء الله الموجي الصغير. انا عايز اقول لك انا مبسوط جدا النهارده ان انت بجد اب نموذج للاب المشرف، لاب بيرعى بنته، بيرعى الموهبه. انا عايز اقول لكل اب وكل ام، دور في ابنك، دور في ابنك تكتشف فيه موهبه. مش لازم يكون الغنى، سواء مجال الشعر، سواء الشعر، سواء الغنى، سواء الرسم، سواء بيلعب كوره، سواء شجعه، اقف وراه، حببه في الموهبه اللي بيعملها. حاول تدور على الحاجه الحلوه اللي جواه وكبرها فيه. راجع نفسك مع نهايه السنه اللي احنا فيها، وقرب من ولادك، ما تخليش الدنيا تاخدك. نموذج مشرف، الموسيقار والفنان استاذ العازف رمضان الاسمر. انا كنت سعيد جدا 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 بوجودك معانا النهارده. والله الشرف ليا والله. وبشكر كمان الفنانه الجميله الصغيره اللي هتبقى شاطره في الدراسه كده، وهتبقى شاطره زي ما هي شاطره في الغنى، هناء الاسمر. انا مبسوط اني كنت معاك النهارده. شكرا. طب قولي بقى كلام حلو لكل الناس بقى، اخر كلمه كده تقولي كل الناس اللي بتسمعنا وتشوفك النهارده. كل سنه وانتوا طيبين. طيب. شكرا. عايز كلمه لماما بس. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه يا ماما. بحبك يا اصدقائي. انا بشكركم جدا، انتظرونا الحلقه اللي جايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وهيبقى معانا عبير معانا موجوده النهارده، ما كانتش موجوده النهارده. انتظرونا الحلقه اللي جايه وهنعمل مفاجآت فيها إن شاء الله. في انتظاركم، كنت معاكم محمد هاشم، وإلى اللقاء لحلقة قادمة في برنامج كل الناس نيوز. أشكر كل فريق العمل اللي بجد من غيرهم ما كانش طلع البرنامج بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه، سواء ورا الكاميرا أو في الكنترول. بشكركم جميعا، وأتمنى لكم يوم سعيد وسنة سعيدة إن شاء الله.